اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامج يوم في الخير. النهارده معانا قصه الشهيد يسري محمد منصور ابن قريه السعوديه، قريه تابعه لمركز العياط بمحافظه الجيزه. قصه الشهيد اللي معانا النهارده هو شهيد الواجب، واجب العمل. هنعرف من خلالها قد ايه العبر والقدوة اللي ممكن كل الشباب ان هم يحتذوا بهذا النموذج. الشهيد يسري محمد منصور لم يبلغ من العمر 25 عاما. معانا النهارده ان شاء الله تقرير بنرويه من خلال أسرة الشهيد. بس دلوقتي نحب ان احنا نرحب بضيفنا الموجود معانا، الأستاذ حمادة عبد الرؤوف، محامي بالنقد والإدارية العليا. بنرحب بحضرتك يا أستاذ حمادة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم في برنامج يوم في الخير. أهلا وسهلا. طبعا أستاذ حمادة، يعني برضو حابين إن احنا في البداية نوضح للمشاهدين ظروف الواقعة وملابسات الواقعة. هو في الحقيقة ظروف الواقعة إنه الشهيد يعمل بمركز شرطة العياط فرد أمن، وأثناء خروجه مع حملة من قوات الأمن بيترأسها معاون مباحث شرطة العياط للقبض على المتهمين والخارجين على القانون، وأثناء مداهمتهم للمتهم الغاشم للقبض عليه في أحكام صادرة ضده، سواء أحكام صادرة في جرائم سرقة أو جرائم خيانة أمانة، قام المتهم بإلقاء الأعيرة النارية على الحملة التي كلفت بالقبض على المتهم، وبإطلاقه الأعيرة أصاب الشهيد يسري، أصابت الرصاصات التي أطلقها من السلاح الذي كان يحمله الشهيد يسري أصابته فأودت به قتيلا. النهاردة الشهيد يسري مات وهو بيؤدي عامل وواجب من خلاله بيقوم بحماية الوطن من المجرمين والخارجين على القانون، وبالرغم من ذلك لم يتوانى لحظة واحدة في أداء واجبه تجاه نفسه وتجاه قريته وتجاه بلده. فالنهاردة احنا عاوزين نوصل رسالة للمجتمع المصري انه في ناس كثيرة مستعدين للتضحية من أجل هذا الوطن، فده اللي احنا جينا من أجله النهاردة على أساس نرسخ الإيمان والعقيدة في قلوب الشباب في حب الوطن. فالنهاردة ده هي ظروف الواقعة، إن هو تم إطلاق أعيرة نارية أثناء القبض على المتهم من قبل المتهم أعيرة نارية أصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه يسري محمد منصور فأدت إلى وفاته. ده هي ظروف الواقعة وملابساتها. تمام يا فندم. يعني أنا برضو كنت حابة أتساءل مع حضرتك، حضرتك بتتحدث الآن إنه اللي هو القاتل سبق عليه جرائم قتل. نعم. يعني هل اتحكم في هذه القضايا ولا كانت يعني هو بالطبع هذه القضايا يعني محكوم عليه بالفعل وهارب مثلا ام نعم لسه لا في حي؟ تم الحكم عليه في هذه القضايا، واثناء تنفيذ هذه الاحكام والقبض عليه لتنفيذ هذه الاحكام من قبل الجهات التنفيذ اطلق عليهم الاعيره الناريه مما اصابت المجني عليه يسري محمد منصور فادت الى وفاته. فالنهارده ده مسجل صادر ضده احكام اكتر من حكم، سواء في قضايا سرقه او قضايا خيانه امانه. هذه الاحكام
لابد من جهة التنفيذ أن تقوم بتنفيذها حتى تحمي المجتمع من هؤلاء المجرمين. تمام. طيب يعني النهاردة بنتحدث عن جريمة قتل نعم. وراح فيها الشهيد يسري، بس تحت أي نوع بتنطبق هذه الجريمة؟ يعني تحت أي ظرف؟ وهل هذه الجريمة هي بيطبق عليها حكم القصاص؟ هي الجريمة تعتبر جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. النهاردة المجني عليه وباقي القوى التي المكلفة بالقبض على المتهم نتيجة الأحكام الصادرة ضده كان جالسا في إحدى الأماكن ناحية السكة الحديد في إحدى مختبئ. الأرض الخاصة به، وأثناء محاولة القبض عليه هو يعلم تماما أن مباحث شرطة العياط تداهمه وتهاجمه للقبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. تمام. فالنهاردة لما يجي المتهم يقوم بإطلاق الأعيرة، يبقى هنا القصد الجنائي بيتوافر لدى المتهم، وبمجرد إطلاقه الأعيرة فإن هناك إصرار من جانب المتهم لفرض البلطجة ومحاولة النيل من رجال الشرطة. فالنهاردة لما يجي يضرب عليهم النار قاصدا إصابتهم فإن ذلك يجعل القصد الجنائي وأركان تحت جريمة القتل العمد متوافرة متوفر. أركانها في هذه الواقعة، تمام. لأنه هناك ترصد، لأنه هو يعلم تماما بأن الحملة أن رجال الشرطة وأن الحملة يداهمونه للقبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. تمام. فلما أجي النهاردة وبمجرد ما ترى الحملة تقوم بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فإن ذلك يؤكد أن أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد متوافرة في الواقعة، وينطبق عليه القتل العمد وعقوبة القتل العمد اللي هي الإعدام، والمنصوص عليها في المواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. تمام. طيب يعني برضو أريد أن أتساءل مع حضرتك، ما هي الإجراءات التي اتخذت إلى الآن؟ يعني ما هي بداية الإجراءات إلى الآن إلى وقتنا هذا ضد هذا المتهم؟ يعني مسار القضية يعني. هي شكلت حملة من رجال الشرطة وقامت بالبحث عن المتهم في الأماكن التي يحاول الاختباء بها، وبالفعل تم القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة التي قامت بدورها بالتحقيق في الواقعة وسؤال رجال الأمن المتواجدين في أثناء القبض على المتهم. وإجراءات التحقيق تسير في منتهى الشفافية حتى تصل إلى إعطاء كل ذي حق حقه. فالنهاردة ده مجني عليه كان يقوم بأداء واجبه، فلا يكون جزاءه الموت، فلا يكون جزاءه من مجرم غاشم صادر ضده أحكام في قضايا متنوعة. وبالتالي فإن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في الواقع، وما زالت تقوم بسماع الشهود وإجراء التحريات اللازمة حول الواقع وظروفه. تمام. يعني برضو كان من الأشياء اللي هي بجد يعني كان بيزيدنا فخر إنه الشهيد يسري في أثناء الحملة كان هو اللي متقدم يعني رجال الشرطة، وهو الذي جرى ورا المتهم يعني. نعم. تمام. فده برضو من الأشياء اللي هي
يعني إيجابية برضو وتحفيزية برضو جدا. هو بالنسبة لشهيد كان معروف عنه الشهامة تمام. والتضحية من أجل الوطن وتنفيذ الأحكام بالنسبة للخارجين عن القانون، ودي مش أول وقعة يتقدم فيها للقبض على أي متهم يحاول الخروج على القانون. دي مرة من المرات العديدة التي قام المجن عليه بالتقدم وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون ومرتكب الجرائم. تمام يا فندم، احنا دلوقتي معانا مداخلة تليفونية. تمام، السلام عليكم حاج جمعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج جمعة منصور عم الشهيد يسري، اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج جمعة في برنامج يوم في الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا كنا نتمنى يعني برضو وجود حضراتكم معانا ومقدرين الموقف، واولا البقاء والدوام لله. وحضرتك برضو ايه الرسالة النهاردة اللي حضرتك حابب توجهها معانا في البرنامج؟ ايه طلباتكم وايه الرسالة اللي حضرتك حابب ان انت توجهها معانا النهاردة؟ والله انا احب اقول ان الشهيد يسري محمد منصور رياض ده شاب في منتهى في مقتبل عمره، يبلغ من العمر حوالي 24 سنه، مواليد 1995، وشاب خلوق وشاب ذو اخلاق وشاب جريء وشجاع. الشهيد كان موظف غفير نظامي بوزاره الداخليه بمركز شرطه العياط، وكان بيعمل بوحده مباحث العياط. يوم الثلاث الموافق 1/4/2020 وصل إلى محل عمله الساعة 9 مساء، ثم تحرك مع مأمورية بقيادة معاون المباحث النقيب باسم النداوي ومعه عدد من المخبرين وعدد من الغفر، وده كان في تمام الساعة 1 صباح يوم الأربع 2/9. وأثناء مطاردتهم أحد المشتبه بهم في مدينة العياط، قام المشتبه به بإطلاق النار على الشهيد يسري، وده لأنه كان الشهيد في مقدمة القوة، كان أول واحد بيجري وراء المشتبه به، وأطلق عليه النار من فرد خرطوش وفر هائلا. فلقى الشهيد بقى في الحال قبل وصوله الى مستشفى العياط المركزي، وابلغنا بقى احد الزملاء قال لنا تعالوا شوفوا يسري. رحنا المستشفى في حوالي الساعه 3 الصبح، قعدنا في المستشفى بين المستشفى ومركز الشرطه والنيابه حتى تم احاله الجثه الى مشرع الزينهم الساعه 5 مساء، وبعد عمل اللازم مشاعر زينهم واتخاذ جميع الاجراءات تم التصريح بالدفن، وقمنا بدفن الجثه والجنازه وجثه الشهيد والجنازه بمقابر العائله في قريه السعوديه مركز العائد محافظه الجيزه. طيب وكانت الجنازه يشهد لها الجميع. تمام يا حبيبي. لا اقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ونطالب رجال القضاء الشامخ العادل بالقصاص للشهيد وإطلاق اسم الشهيد على العزبة اللي بيسكن فيها، وهي عزبة عبد المجيد شنب الطابعة التابعة لقرية المتانية مركز العياط محافظة جيزة، وذلك تكريما للشهيد لأنه كان يعمل بضمير وإخلاص وإتقان في العمل، وكان شجاعا وجريئا ولا يهابه إلا الله سبحانه وتعالى. تمام يا حاج جمعة، يعني إحنا مش قادرين نتحدث كيف نتحدث، ولكن الشهيد يسري ان شاء الله حقه لا يضيع، ونحن في دولة مؤسسات ونعلم جيدا مدى عدالة القضاء المصري. بنشكرك جدا يا حاج جمعة، وان شاء الله رسالتك وصلت من خلال البرنامج،
وان شاء الله هنناشد المسؤولين علشان يردوا علينا برضو ان شاء الله. بشكرك جدا، والبقاء والدوام لله يا حاج جمعه. شكرا جزيلا. طيب برضو ممكن حضرتك لو توجه لنا النهارده يعني رسالة من خلال برنامج يوم في الخير، ايه الرسالة النهارده اللي حضرتك حابب انك توصلها للشباب، للشعب المصري، لكل بطل واقف على خط الدفاع، لكل عين سهرت علشان خاطر هذا الوطن؟ الرسالة اللي احنا بنوجهها لشبابنا اليوم انه الشباب دايما يكون حريص على الوطن بتاعه، وان هو ما يتواناش لحظة واحدة في تقديم الجهد والدعم للوطن حتى يرتقي وترتقي بلادنا مع الشباب وجهودهم، سواء في التقدم نحو الواجب الوطني أو في خدمة بلاده من أي موقع يشغله. فالنهاردة احنا بصدد مثال حي لشاب في مقتبل العمر ضحى بنفسه من أجل الواجب الوطني. فإحنا الرسالة اللي بنوجهها لشباب إن هم يحتذوا حذو هذا الشاب حتى نرتقي ببلادنا وتنهض وتكون من الدول المتقدمة، لأنه الشباب هم ذروة هذا المجتمع، ومن خلال الشباب تتقدم الأمم. فبنناشد الشباب أنه يحذو هذا الشاب اللي ما تواناش لحظة واحدة من أجل الواجب الوطني. تمام. أنا في النهاية طبعا بشكر حضرتك جدا أستاذ حماد عبد الرؤوف، هو محامي الشهيد يسري ومحامي بالنقد والإدارية العليا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع مع تقرير هنروي فيه مين هو الشهيد يسري، كيف عاش وكيف مات مع العائلة. فإلى هناك، وهنرجع لكم تاني بعد التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بآيات الله نبدأ، وبآيات الله نحيا، وبآيات الله نموت، فصدق وعد الحق وصدق وعد المرسلون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتقرير جديد لبرنامج يوم في الخير النهاردة من أمام منزل، ونحن الآن من أمام منزل الشهيد يسري محمد منصور ابن قرية السعودية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة. جئنا الآن لكي نروي قصة الشهيد مع أسرة الشهيد، فإلى هناك. السلام عليكم يا حمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. بآيات الله نبدأ، وبآيات الله نحيا، وبآيات الله نموت، فصدق وعد الحق وصدق وعد المرسلون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتقرير جديد لبرنامج يوم في الخير النهاردة من أمام منزل، ونحن الآن من أمام منزل الشهيد يسري محمد منصور ابن قرية السعودية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة. جئنا الآن لكي نروي قصة الشهيد مع أسرة الشهيد، فإلى هناك. السلام عليكم يا حمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
والآن معنا والدة الشهيد يسري. يعني أولا البقاء والدوام لله. إحنا يعني مقدرين كم الأسى والحزن اللي حضرتك فيه، بس إحنا النهاردة جينا علشان تكلمينا أكتر عن الشهيد يسري وتقولي رسالتك إيه لبرنامج يوم في الخير. ابني كان راجل، عاش راجل ومات راجل، كان نفسه في سينا يستشهد، كان بيركب مدرعة في سينا، ويسألوا على الظباط اللي هناك 100 واحد هيقول لك يسري ده عامل ايه. وفي العيط كان بيحب الظابط باسم زي انا، وكان بيحب الظابط مؤمن زي يعني، وكان بيطلع كان هو الشجاع فيهم، كان من يوم هو شجاع وراجل، من يوم هو شجاع وراجل، هو فضى مصر ويعوض علينا ربنا، ولو معايا 10 هقدمهم لمصر برضه. بس احنا عايزين حق ابني، حق ابني ما يروحش هادر ابدا. اللي يبرد قلبي ان دي الشنق، ان دي الشنق، طالبين من وزير العدل كده يروف بحالتنا ويروف بحالة اخواته وحالة ابوه وحالة عمامه، ان هو يدينا حقنا. ان ابقى ابن راجل، انا لو معايا 10 هقدمهم في ده البلد، ومش زعلان عشان عند الله لو ان اليه رجعوا، الله يرحمه ويسامحه. ابني كان مش قادر اقول لك، طوب الارض كان بيحبه، كان بيمشي ينغش مع عدو ويضحك مع عدو، واد 100 100، عمره ما زعل حد، عمره ما حد شكى منه. طلع في التدريب، طلع الاول عنهم كلهم في التدريب بتاع الغفر، واصحابه يقولوا لك الرئيس بتاعهم خلاهم كلهم يسقفوا له. كان واد شاطر وفالح ونصح وفاهم الدنيا، وفاهم الدنيا، اقسم بالله اقسم بالله. اصحابه بيقول لك مش عارفه كم نفر يا صحر، كم نفر يسقفوا له، مش عارفه كم نفر. تعالي هنا، وكم تعالي سحر هنا، كم نفر سقفوا له كده. الرئيس بتاعه سقف له، وزير العدل كمان كان تمام يطلع الاول، والظابط مؤمن دي نقاه كده من وسط الغفر وخده معاه في المباحث فوق، نقاه من وسط الغفر كده وخده في المباحث فوق، لانه ناصح وشاطر وفالح. والله كان بيحب عشان الكفاءه بتاعته، وكان بيجيب قواضي وبيجيب مخدرات وبيجيب سلاح وبيجيب قواضي ناس محكوم عليه، وكان بيجيبهم وينزل من البيوت. يعني رئيس المباحث كان بيقف على الباب ويقول له نط، يقف نط من البيوت وينزل يجيبه ويجي، وبينظف البلد، نظف مركز العياط قبل ما يموت. اليوم بقي بخمس قواضي في الاسبوع ده، اقسم بالله قال لي بعظمه لسانه، والله والله وحياته هو ومن سجنه، قال لي يما ده انا جايب 5 قواضي الاسبوع ده. الله اكبر عليه. هو ما كانش، كان ابن الوطن وابن مصر، ويعوض عليا ربنا ويعوض علي. والدوام لله. بس يعني فعلا السؤال اللي انا حابه برضو اساله لحضرتك النهارده، الشهيد يسري، يعني احنا عارفين قد ايه مهمه اللي بيدافع عن الوطن او عن الارض، بس دي مش بتبقى حاجه الا نابعه من الاراده ونبع من الداخل. فهل النهارده الشهيد يسري ما كلمكيش مثلا قبل كده، يا امي انا خايف مثلا ان انا اطلع المأمورية والله دي، ساعتنا انا كان في خايف؟ ساعتنا كان في البتاع، هو ما كانش بيخاف، كان راجل، عاش راجل ومات راجل، كان بيحب وطنه وكان بيحب، وكان صورته ايه هو في سينا. ريتني ما جيتش يوم، يا ريتني كنت معاهم في الحملة دي كمان بتاعه اتنسف ساعتها، قال يا ريتني ما جيت يوم، يا ريتني ما جيت، كنت استشهدت بقاله. لكن ليه صديق استشهد؟ هم كان في القطاع كله اتنسف، القطاع كله اتنسف ساعتها، وقال لي يا ريتني ما نزلت يوم، يا ريتني ما نزلت، يا ريتني ما نزلت يوم. قلت له لا يا يسري، قال لي كنت استشهدت معاهم يوم مع اخواتي هناك، اقسم بالله قعد 3 ايام ما يدوق الاكل ويعيط عليهم في التلفزيون، قعد 3 ايام. الشهداء كانوا امتى الشهداء؟ اصدقائه؟ اصدقائه في سينا استشهدوا كلهم. طيب برضو حضرتك أخت الشيخ، كلمينا عن آخر حاجة قالها لك يسري، أو آخر حاجة أنت شفتي فيها، يعني كان آخر وضع. هو كان ملاك، كان ملك ماشي على الأرض، ما كانش بني آدم، ده ما كانش بني آدم، ده كان ملاك، كان ملك ماشي على الأرض كده
طوب الأرض كان بيحبه. عمرك شفت غفير يقعد 10 شهور المركز كله دنيا كلها بتحكي بيه؟ الدنيا كلها بتحكي بيه، الدنيا كلها بتحكي بيه، تقول ما شفناه زيه. ده راجل عاش راجل ومات راجل، وعاش بيدافع عن الوطن، قعد 4 سنين بيحارب عشان مصر، 4 سنين كده بيحارب عشانها، في الاخر يغدروا بيه ويقتلوه. لازم ناخد حقه، احنا عايزين نشوفه بيتعلق كده على قبل المشنع عشان نار امه تبرد ونارنا تبرد، عشان نارنا تبرد. احنا تعبانين من جوه، محروقين، ابوه وامه واخواته وعمامه، كلنا تعبانين عشانه. هنموت من وراه. 4 سنين بيحارب عشان مصر، 4 سنين حاضر كده، حرام حرام والله. حق الشهيد، حق الشهيد مش هيضيع في الدنيا وفي الآخرة. يعني احنا هو شهيد عند ربنا، واحنا لسه قايلين ان الشهداء بيرزقون عند ربنا وفي جنات. فالنهاردة الشهيد يسري، ناس كتير قوي عاشت وماتت ومحدش عرف عنهم حاجة. النهاردة الشهيد يسري يعني لم يبلغ من العمر 25 سنة، شاب وما شاء الله نال الكرامة دي، ومش أي حد ينول كرامة الشهيد. كرامة الشهيد هو نالها علشان هو صادق النية. قلبه جامد قلبه جامد، بيطلع قدام الضابط، الضابط مؤمن كده. قبل ما يمشي والله العظيم خده من ايده كده ووصى عليه الضابط باسم، قال له دي شجاع، دي هتاخده معاك في كل سكه، اقسم بالله. جه قال لي كده، وكان بيحب الضابط مؤمن او بيحب الضابط باسم، كان بيحبهم قوي اقسم. قد ايه كميه الالم، بس يعني احنا ان شاء الله ده شهيد وهو عند ربنا عريس في الجنه ان شاء الله. كلمينا اكتر بقى عن الشهيد يوسف. مش قادر اقول لك قد كيف، اصلا هو كان ملاك اصلا ماشي على الارض، الناس كلها كانت بتحبه، كبير وصغار كان بيحبه. كان مستني يوم الجمعه ده عشان نقعد معاه، احنا كنا بنيجي الجمعه اصلا، نيجي من بيت جوزنا الجمعه، كان يستنانا ويلم عيالنا حواليه. اخر جمعه دي كان واخد عيالي وعيال اخته وعيال اخوه كلهم هنا، يسقف ويصور فيهم، الصور لسه معاه، صورهم كله مع التليفون. كان بيودعنا فيها، ايوه دي صورته، كان بيودعنا فيها. قلت له انا ماشي، قال لي انا هوصلك المرات، قلت له لا جوزي هيجي ياخدني، قال لي لا انا اللي هوصلك، انا اللي هوصلك المرات. كان بيودعني فيها، هو اصلا عاش بطل ومات بطل، الناس كلها كانت بتحبه، كل الناس كانت بتحبه. مقولكيش اصلا يعني، هو مش قادرة أوصف لك قد إيه حب الناس كلها فيه، صغير وكبير كل زعلان عليه، محدش مصدق أصلا. هو أصلا كان نفسه بمنع إن هو يموت شهيد، هو ونالها خلاص، نفسه من زمان هو إن هو يموت شهيد. كان يقول لي الدنيا كلها نفسه منع إن أنا أموت شهيد، وأصحابه يقول لي أنا كان يجي من الجيش كده من سينا، يجي من سينا يقول لهم أنا عايز أموت شهيد. جي لي إن أصحابه ساعتها مدرع عينك تفجر، جه زعل وقعد يعيط، قعد 3 أيام يعيط. كان بيصور، داس عليا، داس على يعني القنبلة اتفجرت قوة نطر بعيد، وربنا نجاه. بقى زعلان قوي، بقى زعلان قوي عشان هو ما ماتش مع ساعة المدرع ما اتفجر. يعني نجا من التفجير، من التفجيرة دي نجا منها، بس كانت في خدشينة كده، وكانت متعلمة فيه برضه. ربنا نجاه واتنطر بعيد على الرملة بالباب ولا مش عارفة بإيه، ربنا شاله نجده بعيد، رمى بعيد عنه. في غرفة الشهيد، في غرفته، كان يجي من الجيش يجي يقعد فيها، ويجي من الشغل يجي يقعد فيها، وكان يجي ينام أم الساعة 9 أصحي. أقسم بالله كان بيجي 15، كان بيدوا له 15 يوم منه، كان في سينا، كان بيجي يشتغل فيهم 8 أيام وهو ماشي. اقول له يديني من 200 جنيه، يديني 150 250، اقول له لا يا يسري، لا ده انا اللي اديك يا حبيبي، يقول لي لا يام، طب يا الله يساعده. اقول له ده انا يا يسري انا معايا، انا اللي اديك يا يسري، يقول لي لا لا يام انا اللي ساعده. هو اللي بيساعد معاكم في الاسره يعني، كان ايده في ايده والله، كان هو اللي حاطط ايده في ايدي. ما عنديش حد بيشتغل، الواد الكبير عامل صمام ما بيقدرش يشتغل، مجازر عامل فتح قلبه وعامله له صمام. اندي ولدت يجي ما وسام عيد مطارية، عامل أول الديني، هو الراجل بتاعه، هو اللي كان بيديني، هو اللي كان ممشيني، أقسم بالله هو اللي كان ممشيني. بتاعك والبطل بتاع مصر كلها يعني. أنا لو عنده 10 في ده مصر، بس أنا عايزة حق ابني، عايزة حق ابني، وتكتبوا له عايزة بقى حاجة من رئيس السيسي.
اتفضلي. احنا النهارده جايين بجد. يكتب على العزبه دي عزبه الشهيد يوسف محمد منصور. نفسي دي اما العزبه، هي العزبه حاليا باسم محمد عبد المجيد شنبي. تتسمى العزبه باسم الشهيد يسري محمد منصور، وبطلبها من السيسي. والله كل وقت كنت بدعي للسيسي ساعه ما كنت بشوفه في التلفزيون، كنت بقول له ربنا يعليك وينصرك على من يعادك. كل مره كان يقعد يضحك معايا يقول لي ايه انت ده، انت بتحب السيسي كده، انت خدت منه. قلت له انا بحبه كده من عند الله، وحياتك يا رب، وحياتك يا رب. دي اللي كان بيحصل بيني وبين ابني، كان يقول لي والله العظيم يا ما ده انت مؤمنة. كل وقت كنت اصلي وادعي للسيسي ده، اقول ربنا يستره عليه. والله 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 اذا انا بكلمك وحياتي يسر ابني، كنت بفضل اقول يستره عليك وربنا يعليك وينصرك على من يعليك يا سيسي. انت جيت لنا احنا كده سطرت البلد كلها، بس بطلبها منه بقى يكتب لي ايه الحزبه دي، حزبه يسر محمد منصور شهيد. شهيد يسر محمد. يدي لي حق ابني، ويدي لي حق ابني. انا مش هرتاح وقلبي يرتاح لما دي يتعدم. ابني خدم البلد وكان في سينا وشاف المر اللي في الدنيا كله، ومن يومه هو شقيان معايا وتعبان معايا. من يومه اقسم بالله من يومه هو تعبان معايا وشقيان معايا، هو اللي كان حاطط ايده في ايدي. واحنا نارنا مش هتبرد كده الا لما نشوف البلد كده ونشوفه تدوق كده حرقت. انا اشوف حرق البيت زي ما دي اتضايقت كده، امه الثانيه تدوق عشان ما عرفتش تربيه. الكبير الله يرحمه، الله يرحمك يا ابني ويسامحك. كان يقول لي يما يسر هشام قلبه مفتوح يما، ومش قادر يعمل حاجه. هو اللي كان بيصرف عليا، هو اللي كان بيديني، هو اللي كان بيديني. وكان مشغل ماشي مع ابوه في الغيط وفي البيت، ويجي من الشغل يقطع السبخ ويوكل البهايم ويسقيهم ويجري كده ويجري كده. كان شغال بالاضافه كده مع والده في طفح الدم، ساعد والده في كل حاجه. كان يسيب ابوه، كانش يقول لابوه الله يا حاج الله يرحمك ويسامحك يا ابني، الجنة تتهنى يا ابني، في الجنة ونعيمة يا حبيبي، في الجنة ونعيمها إن شاء الله. وحضرتك النهاردة أم البطل وأم الشهيد، وإن شاء الله يعني بأحسن حال، وإن شاء الله كل مطالبكم هتوصل، وإحنا إن شاء الله من خلال كاميرا برنامج يوم في الخير هنوصلها القصاص للشهيد محمد يسري محمد منصور، وانها تتسمى كمان اقل شيء للشهيد النهارده ان القرية بتاعته تتسمى باسم الشهيد يسري محمد منصور. بالنسبة لأسرة الشهيد، كما نتمنى من السادة المسؤولين ونحن نثق جميعا في قضاء مصر الشامخ ان حق يسري إن شاء الله تعالى آت لا محالة، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية والسادة معاون المباحث والسيد محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة العياط والسيد محمد عطوية مأمور قسم شرطة العياط والسادة المعاونين، ونتوجه إليهم جميعا ألا يتركوا حق يسري، لأن يسري فرد منهم كان يقضي واجبه الوطني واستشهد أثناء عمله، فهو من الشهداء بأمر الله تعالى. الجميع حزن على يسري، أب وأم وأخت وخطيبته. أكيد ممكن تكون اتأثرت أكتر واحدة، لأن كانت هترتبط بإنسان فاضل وأخ عظيم زي الأستاذ يسري. ترك بصمة كبيرة جدا في أرواح من استشهدوا ومن فارقهم على الحياة. وللأسف الشديد، للأسف الشديد كان يحب عمله بإخلاص، فجرى وراء هذا البلطجي فنال الشهادة، ونحسبه عند الله من الشهداء. شكرا. والآن معنا الأستاذ أحمد منصور صحفي بجريدة اليوم الخامس وجريدة العاصمة. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا فندم.
النهارده يا استاذ احمد، يعني رساله الام ورساله يعني كل اللي موجودين، طبعا هم بيطالبوا بحاجتين، بيطالبوا اولا بالقصاص، ثانيا بان القريه تتسمى باسم الشهيد. انا بس حابه النهارده ان حضرتك تقول لنا او توضح للمشاهدين يعني ايه سبب تسميه القريه بهذا الاسم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا كلامي بايات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. يسري نحتسب عند الله من الشهداء، ونتمنى تسمية عزبة محمد عبد المجيد شنب. ده أحد ملاك الأراضي الزراعية هنا، وتم إطلاق اسم العزبة على اسمه. وحاليا ما يملكش غير مساحة بسيطة اللي هم الورثة. فنتمنى من السادة المسؤولين رئيس الجمهورية والسيد محافظ الجيزة بإطلاق اسم الشهيد يسري على العزبة. ده أقل تكريم ليه ولأهله. وزي ما أنت حضرتك شايف، فطريق العزبة طريق ترابي كله، مفيش أي خدمات من المسؤولين هنا، لا إنارة ولا رصف، حتى المية داخلة هنا بالجهود الذاتية. محاول كهرباء استبدلوه، كان محاول قديم استبدلوه برضه قديم. فنتمنى إن القرية كلها تتكرم حتى عشان خاطر اسم الشهيد. إن شاء الله. طب يعني بالنسبة، يعني أنا أعلم جيدا إنه لكل قرية مثلا نائب أو ما إلى غير ذلك، يعني فين هنا ال لكل قرية رئيس وحدة. رئيس الوحدة المحلية بيضم 5 قرى معايا، الوحدة المحلية بالمتانية، تجمع قرية السعودية، الليشت، بامها، كفر شحاتة، دي تابعة لقرية تابعة الوحدة المحلية برضه. فهي تعتبر ان هي برضه تعتبر متطرفة في اخر نطاق الوحدة، ما فيهاش اي خدمات خالص. يعني كمان الطريق طريق ترابي. القرية، قرية الشهيد يسري النهاردة بتعاني من بتعاني من كل حاجه، من ضعف في كل الخدمات. ميه، لا ميه ولا صرف ولا غاز ولا كهرباء، الاناره معدومه، الطريق ترابي كله. نتمنى اهل القريه يتكرموا عشان خاطر الشهيد، ضحى طلع شهيد من يعني وسطهم. انا التساؤل اللي حابه ان انا يعني اساله لحضرتك، ويعني بما ان حضرتك اثرت هذه النقطه، كيف يعيشون يعني في وسط غياب هذه الخدمات؟ ايه المعيشه؟ الحياة هنا تكاد تكون معدومة، يعني حتى المواصلات تبعد هنا اللي عن الطريق الزراعي، طريق مصر الوسط الزراعي، حوالي 3 كيلو. يعني اللي عايز يروح يشتري حاجة يعني بياخد له 2 3 ساعات رايح جاي. يعتبر كده كانت الضحكة أصلا بتاعت العيلة، كان دايما يتمنى إن هو يطلع شهيد أصلا. دخل الجيش وهو في الجيش كان كل ما يجي يقول يا ريت أروح شهيد. لما كان صاحبه، كان ليه صاحب في الجيش، لما توفى بسبب انفجار في سينا، كان هو كان نفسه، كان هو جه في أجازة هنا، كان نفسه يبقى هناك عشان يطلع، عشان يكون شهيد معاه. يعني ما كنتش بتسألوه مثلا انت مش خايف او لسه؟ عمره ما خاف، هو عمره ما خاف، هو الوحيد اللي كان بيجمد قلبنا كلنا. يعني هو شهيد كان يسري، كنتوا انتوا مثلا ممكن تبقوا متخوفين عليه شوية ف ايوه يعني كل يعني حاجة زي كده وبلطجية، وكل يوم يجي يحكي لنا جريمة بتحصل ويجي ورا مجرمين وبلطجية يعني هو عمره ما خاف. يعني لو هو خاف ما كانش واقف في الموقف ده، ما كانش راح شهيد. طب ايه اخر حاجة، يعني اخر موقف حصل ما بينك وما بينه، او ايه اخر كلمة قالها لي؟ انا مقدمة في تمريض، فهو بيقول لي ان شاء الله كده هنشوفك بقى في المستشفى، نبقى جايبين بلطجية مثلا واحنا بنجري وراها متعورة او حاجة بياخدوهم على المستشفى، فهنشوفك هناك بقى تبقى معانا. فقلت له انا خايفه بس عليك يا يسري، يحسن هم يعوروك وتجيلي متعور، انا خايفه تروح انت بدلهم. وجت دي اخر حاجه، وقال لي ما تخافيش، ابن عمك راجل، ابن عمك شجاع وعمره ما يحصل فيه حاجه زي كده. تقرب ايه للشهيد يوسف؟ خالي. خالك. طيب باسم، احنا النهارده انت يعني عندك قد ايه؟ عندك كام سنة؟ عندي 11 11 سنة. تمام.
طبعا عارفين ان خالك يعني حابين ان انت تكلمنا اكتر عنه. ايوه، هو خالي كان بيحبني اكتر من ابوه. كان بيحبني كتير، وساعة ما كان بيجي من الاجازة كان بيفضل قاعد معانا. كنت بقعد اقول له يقعد معانا شوية ومرضاش، كان بيمشي على طول. وانا كنت بحبه كتير، كنت بحبه اكتر من اخوه. تقرب إليه الشهيد باسم؟ خالي خالك. طيب باسم، احنا النهارده انت يعني عندك قد ايه؟ عندك كام سنة؟ عندي 11. 11 سنة. تمام. طبعا عارفين ان خالك يعني حابين ان انت تكلمنا اكتر عنه. ايوه، هو خالي كان بيحبني اكتر من ابوه. كان بيحبني كتير، وساعة ما كان بيجي من الأجازة كان بيفضل قاعد معانا. كنت بقعد أقول له يقعد معانا شوية ومرضاش. كان بيمشي على طول. وأنا كنت بحبه كتير، كنت بحبه أكتر من أخوي. أتمنى إن الراجل اللي قتل خال يسر، اللي قتل خال الشهيد ده، هو اللي هو يت... نشوفه كده مقتول، وزي ما ستي كده ما قلبها محروق عليها، هو برضه قلبه يتحرق على أمه كده. زعلان عليه وامه برضه كنت زعل عليه. انت يا باسم دارس كويس وعارف يعني ايه هي منزلة الشهيد؟ عارفها؟ طيب النهارده انا حابه ان انا اسالك سؤال برضو. تحب تكبر لما تكبر تطلع ايه في المستقبل؟ اطلع ظابط. مش هتخاف؟ لا مش هخاف. في حاجة تاني حابب ان انت تقولها؟ لا انا حابة اضيف حاجة لو سمحت. هو القانون بيقول من يقتل يقتل، فاحنا عايزين حقه. هو مش قتل يسري برصاص؟ يتقتل برصاص زيه وفي ميدان عام. هو ما قتلوش يعني، هو يسري ملهوش ذنب، ما قتلش حد عشان يتقتل، ما عملش حاجة وحشة في حياته عشان يبقى نهايته كده. وفي النهاية مشاهدينا الكرام، وبعد كل هذه اللقاءات التي تحدثنا فيها عن الشهيد يسري محمد منصور، وعرفنا كيف عاش وكيف مات، الرسالة النهاردة اللي كانوا حابين ان هم يوجهوها: اولا القصاص للشهيد، ثانيا ان تسمى هذه القرية باسم الشهيد تكريما له. وفي النهاية بنشكركم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله مع حكاية ورجعنا لكم تاني مشاهدينا بعد التقرير اللي احنا عرضناه من قرية السعودية اللي هي كانت قرية الشهيد يسري. يعني احنا بنترحم عليه جميعا. وفي الحقيقة قصة الشهيد يسري يعني في أشياء إيجابية كثيرة جدا، بس حابة أن أنا برضو أعقب على حاجة مهمة جدا. يمكن الحاجة دي أنا بلاقيها أنها شباب كتير بتصيرها أو ناس كتير بتصيرها. يعني النهاردة خلاص احنا كل يوم بيبقى فيه شهيد، يعني حتى الانترو اللي انا قلته النهارده حكايه كل يوم شهيد. ايه الجديد؟ ايه الجديد في ان كل يوم شهيد؟ تمام. طيب ايه الجديد اللي انت عملته عشان تقول ان احنا النهارده معانا شهداء؟ لا، الجديد اللي احنا بنقدمه النهارده هو اقتضاء بالرسل والانبياء وكل الشهداء على مر العصور. ديننا الكريم علمنا هذا، رسولنا الكريم علمنا ذلك، بأن الشهداء هم بيبقوا موجودين على مر العصور. لو انت مش شايف ان في جديد في استشهاد واحد بيدافع عشان خاطر وطنه او بلده، لو انت مش شايف النهاردة انه شيء عادي، خلاص ما هو عادي بيموت، ما هي في ناس عاشت وماتت وهي في مكانها ما بتتحركش مستنية حد يحركها.
دي من السلبيات اللي انا بصراحه والتساؤلات اللي يعني كان الناس بتقولها او بتثيرها قدامي، وانا كنت بستغرب عليها جدا. يعني ايه الجديد ان انت مثلا بتتفرج او بتعمل حاجه تافهه؟ الجديد ان انت النهارده قاعد على مواقع التواصل الاجتماعي اي خبر سيء او اي اشاعه بنروجها. طب ما بدل ما يكون عندنا اسطوره سلبيه، طب ما يكون عندنا كل الاساطير الابطال اللي عاشوا رجاله وماتوا ابطال. دي الرساله اللي بوجهها لكل الناس اللي لسه قاعده في مكانها، لكل الناس اللي مش عارفه يعني ايه شهيد، يعني ايه شهيد عاش بكرامه وعزه، ويعني ايه حد عاش علشان يدافع عنك وانت كنت في سلام وامان. دي كانت من النقاط اللي انا بعقب عليها. الشيء اللي برضو الجميل قوي واللي بجد يعني على قد ما فعلا القصه دي فيها عبر وايات كتير، ممكن يكون المشاهد ما خدهاش بشكل اكثر، لكن الشيء اللي انا يعني بصراحه وقفت عنده واستحضرني جدا انه الشهيد يسري كان هو اللي بيتقدم الحمله، كان بيتقدم وبيجري، هو اللي بيجري ورا المجرمين مش في الخلف. وهكذا يكون القادة، هكذا يكون القادة، هكذا يكون الأبطال متقدمين في الصفوف. أما ما غير ذلك فهما دائما في الإيه؟ في الخلف، ينظرون إلينا، ماذا نفعل؟ ماذا أنتم تفعلون؟ يشغلون أنفسهم بأشياء لا فائدة لها. النهاردة من التقرير اللي احنا عرضناه المطالب بتاعتهم مطالب شرعية، وزي ما احنا ما تحدثنا مع الأستاذ حمادة محامي الشهيد انه الحالة دي بيقع فيها القتل العمد. النهاردة كانت كل مطالبهم بسيطة جدا معنا. اولا القصاص للشهيد، دم الشهيد. ثانيا اقل واجب ان هي القريه تتسمى باسمه. في النهايه مشاهدينا انا بجد حزينه جدا ولكن سعيده جدا ان انا قدرت ان انا اقدم نموذج للشباب وفخر ليهم. وفي النهايه مشاهدينا الكرام نحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير. حفظ الله مصر وحفظ شبابها ورجالها بحفظ الله.